بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة هتتكلم على المودلينج اوف سيلكتد ايروسبيس سنسورز اند اكشويتورز. هنتكلم على تو سنسورز اند وان اكشويتورز بالتحديد، اللي هما بيستخدموا في الكيوب سات، الماجنيتومتر والسان سنسور تور سنسورز والماجنيتو توركر از اكشويتور. عشان نكون اكثر دقة، التو سنسورز دول والاكشويتر دول اللي بيستخدموا في الاتيتيود كنترول بتاع الساتلايت. يعني ايه الاتيتيود كنترول؟ يعني التوجيه الزاوي للساتلايت. زي ما احنا شايفين في الصورة هنا، ده قمر صناعي، عرفنا الاكسيس بتاعته الاكس اكسس، ده في اتجاه الدوران اللي هو اللي بيترافل فيه مع الاوربت، الواي ده عمودي عليه، والزد اكسس هو بيبقى في اتجاه النادير اللي هو في اتجاه الارث. فاحنا بنحتاج الدقة، حسب دقة التوجيه النادير ده، لو عندي كاميرا ولا حاجة انها بتصور الأرض، فأنا عمل الاتيتيود كنترول هو التوجيه ازاي الزاوية اللي ببص بيها ناحية الأرض مثلا أو ناحية أي كوكب تاني، بس بالنسبة للأقمار الصناعية احنا بنتكلم على الأرض. فعايزين نوجه القمر الصناعي بحيث يكون باصص ناحية الأرض. ده البلوك دايجرام بتاع الساتلايت اتيتيود، ده اللي احنا بنستخدمه في الكنترول اللي بنوجه بيه الساتلايت. عندي البلوك الاساسي اللي هو الساتلايت داينامكس، وعندي كنترولر، وعندي فيدباك اللي بنستخدم فيها الاتيتيود سنسورز. احنا عندنا اللي بيابلاي او الاكشويشن بيبقى عن طريق الماجنيتو توركر، ده اللي بيعمل لي يولد التورك اللي بيخلي الساتلايت يلف. بتحكم في ايه؟ بتحكم في الاتيتيود انجلز، اللي هما الثلاث زوايا اللي بيوجهوا لي الساتلايت. ازاي بعمل الفيدباك؟ الفيدباك بيتم عن طريق التو سنسورز الاساسيين اللي هما السان سنسور والماجنيتومتر. العملية دي بتتم عن طريق حاجة بنسميها الـ Attitude Determination، زي ما هنشوف في السلايدز اللي جاية. إيه عملية الـ Attitude Determination دي؟ الفكرة أساسا إن أنا عايز أقيس الأنجلز، الأنجلز اللي هي الوضع بتاع الساتلايت، تمام، عن طريق الـ Attitude Sensors. مفيش حاجة عندي بتقيس الأنجلز دي مباشرة، لكن بقدر أقيسها إزاي؟ القياس بيكون، احنا عارفين ان انا عندي تو سيستم اوف اكسيس، بودي اكسيس وانيرشال اكسيس، تمام. الاتيتيود انجلز دي هي ترانسفورميشن، بتستخدم في الترانسفورميشن ماتريكس اللي احنا بنسميهم اويلر انجلز ساعات، اللي بتنقل ما بين البودي اكسيس والانيرشال اكسيس. فانا بستخدم معادله زي المعادله اللي قصادنا ديت، ان انا عندي، لو انا عندي فيكتورز في البودي اكسيس وعندي فيكتورز برضو نفس الفيكتورز دي بس في انيرشال اكسيس، اقدر منهم اجيب الترانسفورميشن ماتريكس دي اللي هي بيلت ان، الاقي الانجل سيت. يبقى انا عندي سنسور ميجرد بتقيس بادي فيكتورز، وعندي موديل، الموديل ده بستخدمه اللي انا بجيب منه فيكتورز في الانيرشال اكسيس، دي بتبقى كالكوليتد، وبستخدم الجوريزم عشان استيميت الترانسفورميشن ماتريكس دي اللي انا اقدر اجيب منها الانجلز. نقول تاني كلام ان احنا بنستخدم اتيتيود سنسورز. الاتيتيود سنسورز ديت ما بتقدرش تميجر الاتيتيود انجلز دايركتلي، بس بنستخدم ايه؟ بنقيس فيكتورز زي سان سنسور، بقيس فيكتور مثلا للصن او للستارز او الفيكتور بالماجنتيك فيلد، ده في البادي اكسيس، تمام. بستخدم السنسورز ديت زي ستار سان سنسور ماجنيتومتر. احنا قلنا هنستخدم هنا السان سنسور والثري اكسس ماجنيتومتر، يبقى سان سنسور وثري اكسس ماجنيتومتر. وعندي في نفس الوقت قلنا دول بيقيسوا فيكتورز في البادي اكسيس، عندي بقى ريفرنس فيكتورز دي بتقيس برضو مكان الصن مثلا او الماجنتيك فيت بتاع الارض،
بس في الانيرشال اكسس. الاثنين دول مع بعض هنبني بيهم ماتريكس، هنحاول نجيب بيها الترانسفورميشن ماتريكس ونجيب منها الانجلز اللي هي هنعمل ايكويشن زي اللي احنا شايفينها ديت، عندي بادي فيكتورز انيرشال فيكتورز واجيب منها ترانسفورميشن انجل ماتريكس اللي اجيب منها ترانسفورميشن انجلز. نتكلم الاول على السان سنسورز. سان سنسورز في منها زي ما احنا شايفين هنا اليمين ده بنسميه 1x سان سنسور 1d لانه بيقيس انجل واحده، بيبقى فيه زي بوكس وفيه سليت كده وبيدخل منها الضوء وعن طريق نقدر نقيس زاوية ميل الضوء، أو تو أكسس بيبقى كأن عندي هول كده وتقدر تقيس تو كومبوننت إكس وواي فتقدر تقيسني زاويتين بتوع الصن. مميزات الصن سنسور إن هو سيمبل، تقريبا كل الساتلايتس فيها صن سنسور طبعا لسهولته لأن الشمس مضيئة وصعب جدا تخلطها مع أي ستارز أخرى أو أي حاجة منورة في السماء. إحنا محتاجين نعرف إيه بقى عن الصن؟ زي ما قلنا أي سنسور عندنا موجود على الساتلايت اللي هو ده الساتلايت وده الإيرث ودي الصن، أنا محتاج الصن سنسور بيديني فيكتور ما بين الساتلايت والصن، فالصن سنسور هيجيب لي الفيكتور ده بس في البادي اكسس تمام، فانا عايز نفس الفيكتور ده احسبه بس في الانيرشال اكسس. فبكل بساطة ازاي حاجة زي كده اقدر اعملها، ان انا زي ما شايفين الرسمة دي لو استخدمنا الفيكتورز الجبرا انا عارف ان الـ AE الفيكتور AE دوت زائد الـ ES ده يديني الفيكتور التالت بالالجبرا. طيب الـ AE ده اجيبه ازاي؟ انا في عندي زمن معين ببقى عارف القمر الصناعي موجود فين من معادلات الحركة بتاعت القمر الصناعي بالنسبة للأرض، فالفيكتور ده اقدر احسبه. طيب والاي اس نفس الكلام، انا عندي لو عندي موديل لدوران الشمس حركة الشمس والارض بالنسبة للشمس فاقدر احسب عند اي زمن الفيكتور التاني ده، فاقدر بجمعهم اقدر احسب الفيكتور الاي اس ده في الانرجي. يبقى انا كده عندي فيكتور للصن في البادي اكسيس وفيكتور للصن في الانيرشال اكسس. هعرض هنا الالجوريزم بس مش هخش في الديتيلز، الديتيلز تقدر نشوفها في الكتب بس انت تقدروا تستخدموا الالجوريزم ده اللي موجود هنا. اول حاجه في الالجوريزم بنحسب حاجه اسمها الجوليان ديت اللي هو رقم بيمثل السكند والمينت والاور، اقدر في اي وقت لو انا عارف القمر الصناعي في اي وقت في الزمن اقدر احسب حاجه اسمها الجوليان ديت. بعد كده الجوليان ديت بنستخدم ايكويشن اللي احنا شايفينها دي امبيريكال ايكويشن، دي علاقه بالمدار بتاع الشمس. احنا عارفين طبعا ان الارض هي اللي بتلف حوالين الشمس بس احنا نقدر نبص للصوره كان لان احنا لو قاعدين على الارض بنشوف كان الشمس هي اللي بتلف، فاحنا بنعمل حاجة زي كده ونجيب بيها كأن الشمس بتدور حوالين الأرض وطبيعة المدار ده مع الزمن، فبنستخدم الإيكويشن ده والإيكويشن دي كمان فنقدر نوصل في الآخر عند أي زمن أقدر أجيب الفيكتور بتاع الصن ثلاثة كومبوننتس بتوع الصن في الانيرشال اكسس. وأنا عندي طبعا إن الصن سنسور جايب لي نفس الفيكتور ده اللي هو موقع الصن بالنسبة للأرض بالنسبة للساتلايتس في البادي أكسس، فأقدر من بقى عندي كده فيكتور في الانيرشال وفيكتور في البادي، هنستخدمهم بعد كده عشان نعمل الترانسفورميشن ماتريكس، بس محتاجين سنسور تاني، محتاجين فيكتور تاني عشان نقدر نبني الترانسفورميشن ماتريكس.
احنا اتكلمنا عن الماجنتومترز في محاضرة السنسورز، قلنا ان هو ديفايس بيقيس الماجنتيزم، تمام، المجال المغناطيسي بتاع الارض. يبقى احنا الماجنتومتر دوت موجود في القمر الصناعي، فبيقيس الفيكتور بتاع المجال المغناطيسي للارض، بس فين؟ في البادي اكسس، تمام. فكده بقى عندنا فيكتور تاني بيقيس اتجاه بس في البادي اكسيس، فعايزين واحد يقيس في الانيرشال اكسيس. في امثله كتيره للموضوع دوت، منها دوت اللي هو الدايبول موديل بتاع الماجنتيك فيلد بتاع الارث. يعني ببساطه الايكويشن الموجوده هنا، برضو مش هندخل في الديتيلز بتاعتها، بس ان انا لما يكون عندي، انا عندي موديل حوالين الارض للمجال المغناطيسي حوالين الارض، فانا عارف القمر الصناعي موجود فين بالظبط. لما اعرف البوزيشن فيكتور بتاع السبيس كرافت، اقدر اجيب الفيكتور بتاع الماجنتيك فيلد حوالي عند النقطه دي. ده طبعا بيبقى متقاس فين؟ في الايرث سنتر انيرشال فريم، بيبقى ده فيكتور انيرشال. ما عندي كده فيكتور في البادي ماجنتيك فيلد، ده قايسه بالسنسور بالماجنتومتر، وحاسب الماجنتيك فيلد عند نفس النقطة عند ال... في ال... جوه القمر الصناعي في الانيرشال اكسس. احنا دلوقتي عندنا تو فيكتورز، واحد للصن، واحد ماجنتيك فيلد، والتو فيكتورز دول موجودين في البادي اكسيس وموجودين في الانيرشال اكسيس. ايه اللي انا عايز اقولنا؟ ان انا عايز عشان اعمل الفيدباك محتاج الاورينتيشن انجل، صح، او الاتيتيود انجلز، هما 3 انجلز اللي موجودين جوه الماتريكس اي دي. لو عرفت الماتريكس ايه، اقدر اجيب اللي هي الترانسفورميشن ماتريكس، اجيب الانجلز. بس طبعا احنا من الفيكتورز الجبرا اللي احنا درسناه، ان انا عشان اعمل اجيب الاي دي لوحدها، محتاج اعمل ايه؟ انفرس، كاني ضربت هنا في انفرس ار ماينس 1، ار ماينس 1 يمين وشمال، صح. عشان ده يتم مش هينفع بتو فيكتورز، لان انا عارف ان الترانسفورميشن ماتريكس هي ماتريكس 3 في 3، فيبقى انا محتاج الار دي تبقى برضو ماتريكس 3 في 3 عشان اقدر اعمل عملية الانفرس. طيب الناس بتعمل ايه؟ في طرق مختلفة العملية دي بنسميها الاتيتيود ديترمينيشن، تمام. فانا عندي تو فيكتورز، بنستخدم حاجة اسمها الترياد الجوريزم، هنشوفه دلوقتي. بس نستعرض ان في انواع تانية هي statistical method، لو انا عندي اكتر من تو فيكتورز زي الكيو والكويست ميثود. الترياد ميثود، الترياد ميثود بتقول ايه؟ انا عندي كان تو ايكويشن، ده كانه الصن سنسور في الانيرشال وفي البادي، ده الفيكتور 1، وعندي فيكتور تاني بيقيس اتجاه تاني، قلنا الماجنتيك فيلد اللي هو الار 2 والبي 2 في الانيرشال والبادي. احنا فلو عملنا الترانسفورميشن ماتريكس، هنقول الترانسفورميشن بتاعتنا ايه، انا ما اقدرش احل الايكويشن دي لان انا عندي تو فيكتورز بس، فعشان اعمل الانفرس انا محتاج فيكتور تالت. طيب هنعمل ايه؟ ببساطه ان انا اكون الفيكتور تالت، انا عارف ان انا الار 1 كروس الار 2 ده بيبقى عمودي على ار 1 وار 2 من الفيكتور الجبر، فانا اكون الفيكتور الثالث العمودي عليهم من الايكويشن دي. لما اعمل القصه ديت اقدر اعمل الانفرس، الماتريكس دي خلاص بقت 3 في 3، اقدر اعمل انفرس واجيب منها ترانسفورميشن ماتريكس. دي وسيله. الطريقه الثانيه ان انا اخد الار 1، لو انا عندي فيكتور فيهم انا واثق ان هو مور اكيوريت، فحاول استخدمه اكتر، فخدت R1 ده اللي انا اعتبرته فيري اكيوريت مثلا السان سنسور، وهجيب الفيكتور الثاني عمودي عليه اللي هو R1 كروس R2، تمام. وبعد كده اكروس الـ R1 مع الـ R1 كروس R2 عشان اجيب الفيكتور الثالث.
ده اسمه بالانس. الطريقة الأولانية دي اسمها البالانس، دي بايست لأنها بايست لو أنا عارف إن واحد منهم more accurate، فكده أنا استخدمته لو تلاحظوا في الثلاثة vectors. دي طريقة تانية اللي هي الأورثوجونال، دي إن أنا بعمل من الأول بجيب R1 زائد R2، ده نفترض إن ده اتجاه الـ R2 والـ R1، فالـ R1 R2 بيطلع في الاتجاه ده، واستخدم الفيكتور التاني R1 ماينس R2، R2 قصدي ماينس R1، فيطلع في الاتجاه ده، فالاتنين عموديين، بقى لي 2 فيكتورز، وأجيب التالت كأنه كروس بتاع اللي هو الار بلس والار ماينس. يبقى دي الطريقه الثالثه للتريات، والتريات هي زي ما قلنا بتجيب لي الفيكتور الثالث عشان اقدر اعمل انفرس للماتريكس. ده مثال هسيبكم تجربوه، ان انا عندي 2 فيكتورز في البادي اكسيس وهم نفس ال 2 فيكتورز في الانيرشال اكسيس، ابتدي استخدم التريات الجوريزم اجيب الثلاثه فيكتورز في البادي وفي الانيرشال، بعد كده اعمل عملية الانفرس واجيب الترانسفورميشن ماتريكس. طبعا الترانسفورميشن ماتريكس ديت فانكشن في السيتس اللي هما الاويلر انجلز، فاقدر اجيب منها الاويلر انجلز. بعد كده انا اكتملت الدايرة بتاعة الفيدباك بتاعة الكنترول. كده ينقصنا ايه؟ ينقصنا الجزء الخاص بالاكشويتور اللي هو احنا قلنا هنا هيبقى موجود، وقلنا ان في الاقمار الصناعيه الصغيره الكيوب سات بنستخدم ماجنيتو توركر. ماجنيتو توركر تاني عشان نفكر ان هو كويس، ثلاثه كويس في الثلاث اتجاهات، اتنين والتالت اهو في الاتجاه التالت، دول انا بقدر امرر فيهم كارنتس، والكويس دي انا حاسبها. فانا عايزين نعرف التصميم ازاي بيتم تصميمها، الدايبول مومنت، الماس، النمبر اوف تيرنز، الكور دايمتر، الواير دايمتر. عايزين لازم عشان نعمل موديل للجزء ده نجيب الايكويشن بتاع تصميم الكويلز دي بحيث انها تبروديوس الريكواير تورك اللي هيخليني اقدر احرك الكيوب ساتلايت. تمام، احنا عشان اقدر اعمل ايه 3 اكسس ستابلايزر. ده مثال هنقدر نحاول نستخدمه عشان نعرف ايه البرامترز اللي بنحتاجها في الديزاين. نشوفوا الماجنيتو والتوركر تمنه غالي، حوالي 800 يورو الوزن بتاعه. تمام، ودي الريكوايرمنت، انا عايز اختيارني ال 1 يو اللي هو الكيوب سات 90 ديجري ان 90 سكند، والوات لازم يكون قليل جدا عشان ما نستهلكش وات كتير. كده يبقى احنا خلصنا المحاضرة بتاعتنا. المفروض المطلوب مننا بعد كده ان احنا نعمل موديل للتلاتة كومبوننتس دول، التو سنسورز والوان اكشويتر. ثانك يو.